صباح الخير يا صانع السعادة. صباح الخير يا رانيا. سهام، رهام، وأخيرا وليس آخرا ميرفت. لف كده ميرفت. أنا قلت هتعجبك ميرفت، بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا. ليه؟ تتناقشني يالا ولا ايه؟ استنوني بره انتوا يا ملات. يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناظر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع يالا، البنت اللي أنا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها بوصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت، طيبة بس متوحشة. انت معايا يا ابني ولا مع الاسف؟ اقطع دراعي لو فاهم حاجه، بس على العموم انا معايا فلايش لكل مودلز مصر كله. فلايش؟ هتلاقي السمره والشقره والبيضه والحمره. ايه يالا انت المناظر دي؟ في ايه سعادتك؟ ايه المناظر دي يا دي انت؟ لا مؤاخذه، بيدي فلاشه واحد صاحبي. استنى شويه. فلاشه غلط يا بيه. استنى شويه يا بيه، الفلاشه غلط. استنى شويه يا حمار انت. الله على سعادتك. بص البنت دي يا رانيا. ايه ده ايه ده؟ دي هايلة، دي تقريبا فيها كل المواصفات اللي احنا عايزينها. مين دي يا جريشة؟ معرفش، بس اكيد موديل. لا يا شيخ، امال احنا كنا بنتفرج على البوم العيلة واحنا عارفين انها موديل. مين دي؟ معرفش يا بيه، بس النهاردة هعرف. انا عاوزها تتوجد حالا، النهاردة بالليل تكون عندك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك جارنا هنا في العمارة؟ انا اسماعيل، ساكن في الشقه دي. معلش ما اعرفكش قوي، بس انا لسه جاي العماره جديد. انا يسرى جارتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصل موقف بايخ قوي، الشقه اللي خدتها طلعت بحري. طب وايه البايخ في كده يا فندم؟ دي شقه طلعت بحري، دي ميزه. ما انا بطلع كيس الزباله نسيت شباك الحمام مفتوح، فطيار الهواء رزع الباب في ضهري، اتحبست بره. معاك موبايلك؟ طب وفندم ايه علاقه موبايلي برزعه الباب وطيار الهواء؟ ما عشان اكلم جوزي يجي من الشغل بدري، بدل ما انا واقفه بقميص النوم على السلم كده اللي طالع ناس بتتفرج عليا. ايوه صح يا فندم صح. ما هو فعلا سؤال سهل. يا أمه ناوي. شفتك وعلمتك وعظيمك. ايه ده؟ جرى ايه؟ ايه اللي انت عاملاه ده واقف بقميص النوم كده على السلم؟ ومين الحيوان ده؟ ناوي. انا حيوان يا بغل يا متخلف؟ مين العربيه الدوتش اللي دخلت علينا دي؟ عيب يا سامح، ده استاذ اسماعيل جارنا. يا خاطر ده انا شايفك وانت بتكتبي له رقم تليفونك على موبايله. وانت مالك؟ اهلك انت هتديني رقم تليفونها؟ ان شاء الله حتى الله يطع السلم. انت مالك انت؟ طلعياكم مالك جدي جوز المعز؟ لا طليق، لا طليق، انا ما لقيتش والله. لا ما كنتوا بتعملوا ايه؟ انا كنت قاعد باخد منه التليفون عشان اتصل بيه تلحقني وانا واقفه. انت ايه اللي جابك بدري من الشغل؟ عشان اكتشف خيانتك يا خاطيه. انا ما بكونش من الكلام ده، ثم انا عارف الاشكال دي، العالم منظراته عالقين كده دول. اقول لك ايه؟ احترم نفسك. استاذ اسماعيل، استاذ اسماعيل هيضربك.